جبهة جديدة للأزمة السياسية في العراق تفتحها الأحزاب المتنازعة على النفوذ في البصرة بعد أن أوعزت لميليشياتها تأجيج الخلافات السياسية والطائفية بهدف جر الناس مرة أخرى نحو مسرح الانتخابات المحلية بعدما أدرك العراقيون مدى فشل وفساد العملية السياسية. اشتباكات مسلحة بين الميليشيات أدت إلى مقتل عنصرين من ميليشيا السرايا التابعة للتيار الصدري وإصابة آخرين بعد مشادات كلامية بين عناصر ميليشيا العصائب المنضوية في ميليشيا الحشد والداعمة لنور المالكي الخصم اللدود لمقتدى الصدر، لتتطور إلى نزاع مسلح ما استدعى استنفارا أمنيا واسعا في البصرة. تبادل للتهديد والوعيد ينذر بمستقبل أكثر سوداوية في المدينة الغنية بالنفط في ظل مواجهات مسلحة متكررة شهدتها البصرة في الفترات السابقة بعد أن دارت اشتباكات مماثلة لعدة مرات بين ميليشيا العصائب وميليشيا السرايا وصلت حد تبادل إطلاق الصواريخ بسبب الصراع على النفوذ في المحافظة في وقت تنشغل به حكومة السودان بشن حملة اعتقالات وتضييق للحريات شملت ناشطين في البصرة دون أن تلاحق فرق الموت المتمركزة داخل مربع القصور الرئاسية، على الرغم من إدانتها بتنفيذ انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في المدينة. اغتيالات ونزاعات عشائرية وغياب لسلطة القانون فتحت الباب لأحزاب السلطة لجر الناس إلى مزيد من الاقتتال من أجل مصالح سياسية مع قرب انتخابات مجالس المحافظات دون اكتراث لأمنهم وسلامتهم.